جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تعرضت لجرح وأشار الطبيب إلى ضرورة أن لا يصل الماء إلى هذا الجرح، وعند الوضوء أبعد الماء حتى لا يصل إليه، فهل وضوئي صحيح؟ وضوءك صحيح، ولكن الجرح هذا إذا كان عليه غطاء، إذا كان عليه ضماد أو جبيرة مشدودة عليه، فإن الواجب أن تمسح عليه. إذا كان في أعضاء الوضوء أن تمسح عليه، تغسل الصحيح من العضو وتمسح على الجريح، يعني على غطاء الجريح، ويكفي هذا عن غسل ما تحته. أما إذا كان هذا الجرح ليس عليه غطاء فإنك لا تقرب إليه الماء كما قال لك الطبيب، ولكن تتيمم إذا فرغت من الوضوء وأردت الصلاة، فإنك تتيمم عن محل الجرح. نعم.